أكيد الخبر كان مزعج بالنسبة لي، والآن بدأ القلق وبدأ الخوف من أنه فعلا سيعاد الجلد مرة تانية. زاد قلقي كمان على صحة رايف، لأنه صحة رايف أصلا مش جيدة لا نفسيا ولا جسديا. أنا أتمنى أنها السعودية تتوقف عن هذا القرار، الحكم القاسي جدا بالنسبة لرايف، وأتمنى كمان من السعودية أنه يتم سحب الجنسية السعودية من رايف ويتم ترحيله إلى كندا حيثما نقيم إحنا. أكيد صحة رايف جدا سيئة، يعاني من آلام في كليته، نفسيته جدا سيئة كمان. أتمنى كمان من الحكومات إنهم يطالبوا بإيقاف هذه العقوبة، وإنهم يطالبوا كمان بترحيل رايف إلى كندا حيثما إحنا نقيم. أتمنى من كل العالم اللي معايا وداعميني وداعمين رايف، سواء نفسيا أو في قضيته، أتمنى منهم إنهم يواصلوا ما يتوقفوا، وأشكرهم ألف شكر.